أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا البرنامج المنوع الحصن. نأمل أن تستمتعوا بما تحمله هذه الحلقة من مشاهد وأحداث. كما تعلمون، فإن هذا البرنامج يعتمد على رصد المواجهة بين فريقين. هذا فريق المدافعين عن الحصن، السيد تاكيشي صاحب الحصن، وقد خلع هذه المرة قناعه الذي اعتاد أن يرتديه، وهذا مساعده يجلس بجانبه. السيد تاكيشي محاط بنخبة من الرياضيين السابقين، وهم فنانون وأيضا عاملون في السينما والتلفزيون الياباني. جميعهم يشكلون فريق المدافعين الذين يتولون خلق الحواجز وصد المهاجمين والدفاع عن الحصن في المعركة النهائية. يتداول سيد تاكيشي الحديث مع مساعده. ومساعده متفائل بتحقيق نتيجة جيدة هذا اليوم. هذا مصارع قديم وقد لون وجهه وحلق شعره تماما، القصد من ذلك إخافة المهاجمين عند الحواجز. وهذا مصارع آخر لون وجهه ووضع على رأسه شعرا مستعارا. وهذا ملاكم سابق يشترك مع فريق المدافعين عن الحصن. وفريق المدافعين مستعد تماما. على الجانب الآخر، قائد المهاجمين الممثل الياباني المعروف بأدوار الإثارة هاياتو تاني، يتزعم فريق المهاجمين، وقد خصصت هذه الحلقة للمهاجمين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، وأغلبهم من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية. يحمسهم الآن ويطلب منهم أن يتحلوا بالروح الرياضية العالية وألا ينتابهم الفزع عند الحواجز، وقد اتخذت كافة الاحتياطات للمحافظة على سلامتهم. مرة أخرى هجوم. المراسل الصحفي السيد جونجي معروف في التلفزيون الياباني بأدوار الكوميديا، يرافق المهاجمين عند الحواجز، ينقل تلك المواقف الطريفة التي تحدث معهم بأسلوب كوميدي معروف. ثم إلى الحاجز الأول، حيث وصل المهاجمون وعليهم تسلق حدود الحصن. هذه المرة وضع للمهاجمين حبال لتساعدهم على تسلق السور، ربما لأن بعض المهاجمين من صغار السن أو قصار القامة. ما يصل المهاجم أعلى السور حتى يفاجأ بمنحدر في نهايته الوحلة. نلاحظ أيضا روح التعاون القائمة بين أعضاء الفريق الواحد. السيد جونجي أيضا يقدم يد العون والمساعدة.
هذا المهاجم عمره 15 عاما يقول: لم أوفق في الصعود، ولكني قمت بمساعدة المهاجمين حيث رفعت عددا لا بأس به. استحق هذا المهاجم جائزة مالية مقدارها 100,000 ين نتيجة روح الإيثار التي تحلى بها. بقي من المهاجمين 116 مهاجما ينطلقون إلى الحاجز التالي. السيد تاكيشي ومساعده وفريق المدافعين ثم إلى الحاجز الثاني بيت الشياطين. هذان يختبئان في متاهة بيت الشياطين بانتظار من يدخل إليه لإخافته وإرباكه. المهاجم الأول دخل الآن وجميع الأبواب متشابهة، واحد منها يؤدي إلى بر الأمان، أما الأبواب الأخرى فإما مغلقة وإما أنها تؤدي إلى الماء. مهاجمة دخلت بخطوات خائفة. تم الإمساك بها ولا بد من تلطيخ وجهها بالحبر الأسود. وتخرج ملطخة الوجه. مهاجم آخر. وإلى الماء. هذا المهاجم عمره 15 عاما لم يوفق في اجتياز الحاجز الثاني. يقول: حاولت المناورة ولكن المصارعين كان بالمرصاد. مهاجمة جديدة تحاول الهروب وإلى الماء. وإلى مهاجم جديد يحاول المناورة ومواجهة مع المصارعين. لا بد من تلطيخ وجهه بالحبر الأسود. ويخرج ملطخ الوجه. مهاجم صغير في السن يحاول الفرار وقد أعرف أين يختبئ المصارعين الآن ويناور وإلى الماء. مهاجم جديد عند كل باب يفتحه يجد المصارع بانتظاره وقد استسلم ليتم تلطيخ وجهه بالحبر الأسود، ولكن خرج كما نشاهد نتيجة استسلامه نظيف الوجه. يواصل المهاجمون دخولهم الدهليز
ونلاحظ أن الأبواب متشابهة. ما يتم الإمساك به لا بد من تلطيخه بالحبر الأسود. ينزعون ثيابه الآن في محاولة للإمساك به. يريد الخروج ولكن لا يعرف أنه خرج إلى بر الأمان. بقي من المهاجمين 96 مهاجما. الحاجز الآن بحيرة التنين. هؤلاء من فريق المدافعين جاءوا على شكل فرسان يحاولون اجتياز بحيرة التنين على خيولهم. أولهم في الماء. وثانيهم ومن يتبعهم كذلك. قائد المهاجمين يأمر بتوجه المهاجم الأول نحو بحيرة التنين. وسقوط في الماء. مهاجمة أخرى. نلاحظ أن القواعد متشابهة، وبالتالي يصعب على المهاجم أن يميز من هي القاعدة الثابتة ومن هي القاعدة المتحركة. مهاجمة أخرى وسقوط منذ البداية. مهاجمة جديدة وتسقط في الماء كذلك. يأتي المهاجم مندفعا بكل قوته وما يلبث أن يضع قدمه على قاعدة غير ثابتة وتكون النتيجة الماء. المسألة هنا مسألة حظ. هذه المهاجمة مصرة على مواصلة طريقها ولكن إلى الماء أيضا. مهاجمة أخرى جاءت مندفعة متفائلة ولكن إلى الماء. ومهاجم جديد يضع قدماه على بر الأمان. نعم، بقي من المهاجمين 75 مهاجما، والسيد تاكيشي ومساعده وفريق المدافعين يتابع عن كثب مجريات مباريات اليوم. الحاجز الجديد الدومينو المستحيل. على المهاجم أن يجتاز هذا الحاجز من فوق حجارة الدومينو. يجب أن يحافظ على توازنه وأن يمر مسرعا عليها. إذا اختل توازنه يسقط بالطبع وتسقط معه جميع حجارة الدومينو. مهاجمة جديدة. ومنذ البداية تسقط وتسقط معها الحجارة جميعا. وخطوات ثابتة في منتصف الطريق لم يحالفه الحظ كما شاهدنا. مهاجمة أخرى تسقط أيضا. نلاحظ وجود 2 من فريق المدافعين يتوليان إرباك المهاجم منذ أن يضع أولى خطواته على حجارة الدومينو. هذه المهاجمة عمرها 14 عاما تقول إن اجتياز هذا الحاجز يتطلب توازنا وسرعة في نفس الوقت، ولكني لم أستطع اجتياز هذا الحاجز. مهاجم صغير في السن ينطلق مسرعا وبخطوات ثابتة. نعم يصل، لقد اجتاز هذا الحاجز. ونلاحظ أن المدافعين يعبرون عن استيائهم وقد تمكن ذاك من اجتياز ذاك الحاجز. يواصل المهاجمون محاولاتهم
منهم من يسقط عند هذا الحاجز؟ من لا يحالفه الحظ لن يتمكن من الاستمرار نحو الحواجز القادمة. مهاجمة جديدة وبخطوات ثابتة ومسرعة أيضا تصل وتجتاز هذا الحاجز. استحق هذا المهاجم الصغير جائزة مالية مقدارها 100,000 ين، عمره 13 عاما. بقي من المهاجمين 53 مهاجما. الحاجز الجديد مصارعة السومو. في داخل كل حلقة يقف مصارع من فريق المدافعين بانتظار من يواجهه من المهاجمين. كل مهاجم يتناول كرة لونها يحدد من سيواجه من المدافعين. اختار اللون الأصفر وهذا نصيبه، إنه المغني الذي يقوم بدور المصارع. يقاوم بكل ما لديه من قوة ويتم الإيقاع بالمهاجم. مهاجمة جديدة اختارت اللون البنفسجي وعليها أن تواجه هذا المصارع الضخم. مواجهة غير متكافئة. كيف بهذه الفتاة اليانعة أن تزحزح هذا المصارع الثقيل؟ وبدأ يهاجمها الآن، يحاول إخراجها خارج الدائرة. وبالطبع خسرت هذه الجولة. مهاجمة أخرى، اللون الأحمر. بدأت قوية كما نلاحظ، وتخرجه فعلا. ومهاجم آخر، اللون الأخضر. مصارع من فريق المدافعين. جميع المهاجمين في هذه الحلقة دون سن 20. يحاول المهاجم المقاومة ولكن دون فائدة. مهاجم آخر اختار اللون الأزرق وعليه أن يواجه هذا المصارع وقد دخل في هذا الرأس الضخم، ويتم الإيقاع به بكل سهولة. مهاجمة أخرى، اللون الأصفر. نلاحظ أن المهاجم والمدافع يرتديان زي مصارعي السومو. هذه الرياضة من أحب الرياضات عند الشعب الياباني،
وإلى هذا المصارع الصغير في السن. اللون الأحمر. مواجهة غير متكافئة في العمر. رغم ذلك المهاجم الصغير يحاول المقاومة وإظهار ذكائه وقوته، ولكنه خرج من هذه الجولة. ومهاجم آخر. والمصارع الضخم. يتأهبان الآن، وهزيمة منذ البداية. بقي من المهاجمين 43 مهاجما، وسيد تاكيشي ومساعده وفريق المدافعين، وهذا هو الحاجز الجديد، عربة القطار البخاري. يدخل الآن المهاجمون وقد وضعوا على رؤوسهم الشعر المستعار بحيث يمثل تلك الحقبة التي كانت القطارات البخارية منتشرة فيها. على المهاجم أن يجلس على هذه المقاعد الإسفنجية وأن يبقى ثابتا عليها رغم الاهتزاز الشديد للعربة. استطاع هذان المهاجمان الصمود حتى النهاية. عمر الواحد منهم 15 عاما. إنهما من نفس المدرسة وفي نفس الصف أيضا، وجولة جديدة في عربة القطار البخاري. انطلق البخار الآن، وعلى المهاجم أن يثبت على مقعده الإسفنجي رغم الاهتزاز الشديد. مهاجمان أيضا تمكنا في هذه الجولة. هذا المهاجم عمره 16 عاما، يقول إنه من يوكوهاما ومن مدرسة كوني، وجولة جديدة. مقاومة شديدة من هؤلاء المهاجمين الثلاثة، وقد تمكنوا من الثبات على مقاعدهم. هذا المهاجم عمره 14 عاما، يهنيه السيد جونجي. بقي من المهاجمين 23 مهاجما. الحاجز الجديد الصحن العام. هذا واحد من فريق المدافعين، وهو مغن مشهور في اليابان، يتولى دفع الصحن. وهذان من فريق المدافعين يجربان حظهما في هذا الحاجز. الاثنان معا في داخل الصحن العائم، ومحاولة مضنية لدفعهما، وانزلاق سهل. يتشبث
ذاك المدافع بالصحن كي يبقى بعيدا عن الماء، ومهاجمة جديدة. على المهاجم أن يحافظ على توازنه أثناء انزلاقه على المنحدر، وأن يظل عائما عند الوصول. هذه المهاجمة لم تتمكن، مهاجم آخر. توازن ممتاز، ولكن نهاية سيئة. مهاجم جديد ثقيل يحاول الاتزان، وقد انقلب في منتصف الطريق. يلحق بالصحن ويستطيع أن يركبه. يا للأسف، لقد انقلب في النهاية. ومهاجم آخر، وقف متأهبا وقد انقلب به الصحن في بداية الطريق. ومهاجم جديد يحاول الاتزان، وكاد أن يصل لكنه انقلب حال وصوله إلى الماء. هذا المهاجم عمره 14 عاما، يقول لسيد جونجي: ليس من السهل السيطرة على الصحن عند اندفاعه، لكنه سعيد لاشتراكه في هذه المباريات، ويأمل أن يراه زملاؤه في المدرسة. مهاجمة أخرى. حاولت الاتزان ولكن وصلت إلى المياه عائمة. ومهاجم آخر حاول التحكم بالصحن ولكن دون فائدة. مهاجم جديد وقد قفز من الصحن عمره 16 عاما، يقول إن هذا الحاجز ليس سهلا أبدا. ومهاجمة أخرى خائفة لا تعرف مصيرها وتنقلب حال وصولها إلى الماء. موفق فعلا، بقي من المهاجمين 8 فقط. السيد جونجي المراسل الصحفي يقف عند البوابة المؤدية إلى كهف المفاجآت، يستقبل المدافعين الخائفين الذين حكم عليهم السيد تاكيشي بدخول الكهف نظرا لتقصيرهم في مواجهة المهاجمين. جلسوا الآن يترقبون وينتظرون ما يخبئه الكهف من مفاجآت. هذا الذي يرتدي اللباس الأبيض من مساعدي السيد تاكيشي يؤنبهم الآن. وقد بدأت الآن أولى المفاجآت، البخار الساخن المتصاعد. كل منهم يجلس على خطاف، ويا هل ترى سيكون من نصيب من؟ دعونا نرى. وهذا نصيبه.
ويبقى معلقا في الأعلى. الحاجز قبل الأخير وكر الوحوش، يختبئ في داخل هذه الأوكار الخمسة اثنان من فريق المدافعين، وهذا محارب الساموراي. يقف عند البوابة الرئيسية بانتظار المهاجمين لإخافتهم وإرباكهم. على المهاجم أن يختار وكرا من بين هذه الأوكار الخمسة، ونلاحظ على الشاشة فقط مكان تواجد الوحشين. لا تترددي، واختيار موفق. ومهاجم استطاع أن يمكث حتى هذه الجولة، ولكنه اختار منطقة خطرة. مهاجمة أخرى، اختيار موفق. جميع المهاجمين من صغار السن دون سن الـ20. المسألة هنا في هذا الحاجز مسألة حظ فقط. مهاجم يفاجئ محارب الساموراي فيوقعه أرضا، ولكن يختار منطقة آمنة أيضا. ومهاجم آخر، واختيار موفق. ويختار منطقة يسكنها الوحش. وعبر النفق المؤدي إلى ساحة الحصن الرئيسية، وصل الآن 5 من المهاجمين تمكنوا من اجتياز جميع الحواجز التي وضعها فريق المدافعين، بانتظارهم قائد المهاجمين الممثل الياباني السيد هاياتو تاني. يهنيهم على سلامة الوصول، يشجعهم الآن ويتعرف عليهم. هذه عمرها 17 عاما، في المرحلة الثانوية. زميلتها أيضا عمرها 16 عاما، أيضا في المرحلة الثانوية ومن نفس المدرسة. هذا المهاجم عمره 14 عاما، يقول إنه سعيد لاشتراكه في مباريات الحصن. هذا المهاجم عمره 17 عاما، إنه يتمنى النجاح في المعركة النهائية. الجميع الآن في ساحة الحصن، يستعرضهم قائد المهاجمين. هذه المهاجمة عمرها 13 عاما. هذا من تبقى من المهاجمين، يخوضون بعد قليل الجولة الأخيرة حيث المعركة النهائية. الجميع مستعد وأمر بالهجوم. يتوجه المهاجمون إلى آلياتهم ومدرعاتهم، والسيد تاكيشي ومساعده في داخل المدرعة الضخمة هذه.
يقود المعركة النهائية بنفسه، والسيد تاكيشي في العادة لا يستهين بالمهاجمين أبدا، يقوم بتوجيه المدافعين وتشجيعهم للدفاع عن الحصن، ويأمرهم الآن بالتوجه إلى مدرعاتهم. وأمر بالهجوم. تلتحم الآن المدرعات مع بعضها البعض، ونلاحظ الحواجز الورقية المثبتة على كل آلية. في حال اختراق أي حاجز تتوقف المركبة تماما، ويعتبر راكبها خاسرا. السيد تاكيشي يصوب رشاشه باتجاه الحواجز الورقية المثبتة على آليات المهاجمين. هذه الآلية توقفت، ولا زال المهاجمون يحاولون الثبات في المعركة النهائية. وبقي الحصن منيعا. قائد المهاجمين جاء كالعادة يجر أذيال الهزيمة، يحاول أن يبرر أسبابها، يقول لم نفلح هذه المرة، ربما ننجح في المرة القادمة. استحق هؤلاء الخمسة الذين استطاعوا الوصول حتى المعركة الأخيرة، استحقوا جوائز مالية قيمة كل منها 100,000 ين. السيد تاكيشي يحتفل مع فريق المدافعين بهذا النصر في الدفاع عن الحصن. انتهت أحداث حلقتنا هذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بها. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.